والوصفة دي هي اسمها زفير، وهي عبارة عن نوع من أنواع المارشميلو منتشر جدا في أوكرانيا. المقادير 3 بياض بيض، 1 كوب سكر، نص كوب مية، 5 معالق صغيرة جيلاتين، 2 كوب سكر، نص كوب مية تاني، 4 معالق كبيرة عصير ليمون، وأي لون من الألوان احنا نحب نلون بيه الزفير. هنبتدي بأننا نحط الكمية الكبيرة من السكر مع مية وليمون، وهنسيبهم على النار لحد ما درجة الحرارة بتاعتهم توصل ل 112. هناخد جزء المية التاني وندوب فيه الجيلاتين علشان يبقى جاهز للاستعمال لما السكر يوصل للدرجة المطلوبة اللي هي 112 درجة مئوية. وفي نفس الوقت هنبتدي نضرب بياض البيض لحد ما يبقى لونه أبيض وهش، وهنضيف عليه الكمية القليلة من السكر ونفضل نضربه لحد ما يبقى عامل زي المرنج. دلوقتي هقلب الجيلاتين مع السكر السخن، وبعد كده هنحطهم فوق البياض البيض اللي بيتضرب هنا وهو لسه بيتضرب. دلوقتي هنحط اللون شوية صغيرين خالص لأن هو لونه بيبقى زي الباستيل، فما نزودش، ونرجع نضربه تاني. وزي ما احنا شايفين كده الزفير جاهز. نلزق الأول الورق علشان ما يجريش مننا وإحنا بنعمل بايبينج، وهنبتدي نعمل وردات وهنسيب الزفير ينشف على الأقل 8 ساعات أو طول الليل، وبعد كده هنجيبه ونرشه بشوية سكر بودرة صغيرين خالص ونقدمه مع بعض.